السلام عليكم ومرحبا بكم في اكستريم تاك، قناة اللي نتكلم فيها على كل شيء متعلق بالتكنولوجيا. اليوم جيتكم بتطبيق ليمكنكم مشاهدة التلفزيون على هاتفكم مجانا. هذا التطبيق يمشي على هواتف اندرويد فقط، اللي عندهم هواتف اي او اس اشتركوا معنا في قناة اليوتيوب. في الاسبوع المقبل ان شاء الله ندير لكم فيديو مخصص لهواتف الايفون والايباد. ابليكيشن اسمها موب درو، هو تطبيق مجاني يعني فري، ولكن يمكنكم دفع $3 في السنة لتخلص من الإشهار اللي يظهر في الشاشة مرة على مرة. الآن حنشرح لكم كيفية استعمال موب درو. نفتح التطبيق، كما تشوفوا كاين channels new sports movies. نمشي المنيو settings select languages ونختار اللغة اللي نتكلموها. هنا أنا درت French ودرت Arabic. You press OK. نعاود نخرجو، دروك كي نمشيو للشانل راح نشوفو قنوات لي باللغات لي خيرناهم. معظم القنوات متوفرة بجودة HD يعني هاي كواليتي، وراح نخليكم رابط لتحميل موب درو أسفل الفيديو في الديسكريبشن. إذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ديرونا لايك، شير الفيديو، بارتاجي، واشتركوا معنا المزيد إن شاء الله. السلام عليكم.